نت العلوم. صباح النور سي هشام، نهارك طيب. صباح الخير نبيلة، تحية ليك وتحيلة كل المستمعين. نحن التجأنا لك لأنه قرينا وشفنا وفما بعض الصور اللي جسم غريب يشع ويتحرك بسرعة في سماء تونس، ليبيا، الجزائر ومصر. هذا يسار بين العشية والليل متاع نهار لحد والبارح 23 جوان. شنو هالجسم هذايا من عندك أنت؟ ناخذ بعض المعطيات. بارك الله فيك على الاستضافة وشكرا زادة للمواطنين اللي أصبحت عندهم يقظة بالأمور هذية، بأمور الكون والفضاء. ببساطة كنا تحدثنا عليهم برشا قبل، هالأشياء اللي تحرك يعني بسرعة في الفضاء هما الأقمار الصناعية اللي سبيسكس، ما يسمى بالشبكة ستارلينك، وهي مجموعة من الأقمار أو مشروع كبير لشركة سبيسكس اللي عملت اللي قاعدة تعمل في مشروع ضخم يوصل إلى 120 ألف قمر اصطناعي. الهدف منه يعني بعث شبكة عنكبوتية من الجودة وجودة عالية. الأقمار الاصطناعية هذه لما يتم بعثها يعني تبعثها في كوكبة من الأقمار الاصطناعية 20 30 60 حسب الضرورة. نهار لحد اللي فات يعني ذاك علاش يعني شافوهم يعني بصفة مكثفة المواطنين. نهار لحد اللي فات الأقمار الاصطناعية هذه تم بعث 20 قمر صناعي دفعة واحدة، خاطرهم يعني نسبيا صغار يعني من الأقمار الاصطناعية المتوسطة الحجم اللي يوصل وزنهم إلى 200 كيلو. بعثوا 20 قمر دفعة واحدة، ذاك علاش يعني مش نبقاو يعني مدة أسبوع تقريبا نراهم يعني في كوكبات إلى أن يتفرقوا يعني حسب المهام متاعهم. المهام متاع الأقمار هذه كما قلت لك يعني الحصول على انترنت وشبكة اتصال ذو جودة عالية، يتحطوا تقريبا في باس التيتود يعني ارتفاع منخفض، لهذا الارتفاع اللي اخترته شبكة شركة سبيسكس مش تحط الأقمار الاصطناعية متاعهم. صحيح الأقمار الاصطناعية هذوما ولاو يعملوا برشا قلق للناس لأنهم يخوفوا يعني خاصة أنهم يشوفوهم مع بعضهم. والأقمار الاصطناعية هذه كذلك يعني هما كانوا يعني محل شكاية من الفلكيين لأنهم أصبحوا يلوثوا الفضاء، وهذا يعني كان يعني صرح إيلون ماسك المالك للشركة أنه مش يعمل دراسة بتغيير اللوحات العاكسة مش ينقص من اللمعان متاعهم، لأنهم أصبحوا يعملوا يعطيوا يعني النتيجة الغير المرجوة خاصة للمصورين الفلكيين. نعم. وذلك علاش يعني برشا ناس قالوا لنا فما قانون قانون الفضاء. صحيح قانون الفضاء موجود اللي هو يتحكم في استغلال الفضاء ولهنا استغلال تجاري. وفق القانون الفضاء يعني إيلون ماسك مازال يعني ما جاوجوش، لذلك يعني هو يعني قاعد يعني يستغل يعني حسب القانون، لانه أكيد. قانون الفضاء ما يستعرفش بالشركات اكثر منها يستعرف بالدول اللي هي واضح. المسؤوله الاولى عن اطلاق الاقمار الاصطناعيه. واضح سي هشام. نحن حبينا نقولوا للناس في الاخر اللي ما فما شيء خوف، اذا ريتوا هالاجسام هذيا معناها الضوء يتعدى في صعب زربه في الفضاء، راهم الاقمار الصناعيه اللي الهدف منهم واستعمالهم يكون لتحسين خدمات الانترنت. مع شكر الجزيل ليك سي هشام بن يحيى استاذ تاطير علمي، نرجعوا له كل ما فما حاجه عندها علاقه بالفضاء. هكذا نكون وصلت نهايه لقاء. تحيه راني بوتوريا في رئاسه التحرير، شكرا لكامل الفريق. نخلي المكان لياسين الفغالي قدم لكم موجز التسعه، وبعد تجي ليليا الحسيني وقضيه راي عام. في أمان وبسلامة. إشهار.